ضربة موجعة تلقتها ميليشيا الحوثي بانتزاع عسكري لمديرية الوازعية غرب تعز. وقد أعلن الجيش الوطني سيطرته الكاملة على مديرية الوازعية، أكبر مديريات ريف تعز الغربي، وهما عده عسكريون بمثابة تحول عسكري في معركة الساحل الغربي. هذا الانتصار مكن قوات الجيش الوطني من قطع الإمداد بشكل كلي عن ميليشيا الحوثي في موزع وكهبوب. كهبوب الذي يوشك الحوثيون على خسارتها هي منطقة جبلية تطل على باب المندب وتبعد عنه قرابة 35 كيلومترا، وبقاؤها تحت سيطرة الحوثيين يشكل خطرا استراتيجيا على طريق الملاحة الدولية. سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي على مديرية الوازعية لن يقطع الإمداد عن ميليشيا الحوثي وحسب، بل سيمكن قوات الجيش من تأمين مفرق الوازعية والبرح والمخا. غير أن الجهات التي تحيط بالوازعية لا تزال غير مؤمنة كليا، إذ تفيد مصادر عسكرية أن بعض جيوب الحوثية ما زالت تتمركز في المناطق المحيطة بها، وهما يرفع مخاطر عودة الميليشيا أو وقوع مناطق الوازعية هدفا لقذائفها كما دأبت عليه عقب تحرير أي منطقة منها. الخط الواصل إلى مدينة تعز مرورا بمقبنة ومديرية جبل حبشي وانتهاء بجبهة الضباب غرب المدينة سيكون الآن متاحا للجيش الوطني عقب تحرير الوازعية، فهل ستكون عملية تحريره الخطوة القادمة للجيش الوطني؟ ورغم التحرير إلا أن العوائق لا تزال كثيرة وكبيرة أمام عودة السكان، فتركة الميليشيا من الألغام لا تزال العائق الأكبر أمام السكان النازحين ناهيك عن معوقات عدة، منها الدمار الذي طال المنازل وشحة المياه خصوصا بعد تدمير الخزان المائي من قبل طيران التحالف.